ريحته قريبه من شيبسي بطعم الفلفل الحلو. ندوق بقى. بسم الله. ايه ندوق؟ هو مش سبايسي. ندوق؟ ممكن تدوق. بصوا احنا خلصنا اول كيس ودخلت على الكيس الثاني وكلنا عشان عاملين اجتماع قمه علشان نجيب طعمه. عمال اقول هو طعمه قريب من ايه، طعمه قريب من ايه. عايز تقول ايه؟ احنا اصلا مكناش عارفين طعمه، كنا عمالين ندور على طعمه. ايوه عمالين ندور هو طعم ايه، وفي الاخر وصلت له. عارفين طعم الفراخ لما بتبقى مقليه في زيت كتير بتاعه كنتاكي، لان هو كنتاكي وكل محلات الفرايد عامه، بس لما بتبقى الفراخ مقليه في زيت كتير كده وبنيجي ناكل بيبقى ليها طعم كده فراخ بالزيت، فهي طعم البطاطس كده. انا مش هضحك عليكم، انا ما اكلتش زنجر من كنتاكي قبل كده، لاني انا اصلا ما بحبش اكل اي حاجه من كنتاكي علشان الحاجات للدم، عشان في دم وفي حاجات كتير جوه الفراخ، فانا مش بعرف اكله. يعني انا بقالي سنين مقاطعه كنتاكي، ولكن يعني انا جبت الطعم ده. اللي بياكلوا زنجر بقى يقولوا لي هو ده فعلا طعم الزنجر، يعني الطعم اللي انا وصفته ده هو ده طعم الزنجر، ولا في طعم تاني بس هو الشيبسي اللي فيه مشكله؟ عشان لو ده طعم الزنجر تبقى دي مشكله تانية. هو ريحته قريبه من لما نفتح كده كيس شيبسي بالكباب، نشم نفس الهبو بتاع الكباب ده. نشوف بقى الطعم. لا بس الكباب يعني اقوى من الريحه دي شويه. ما هو اقوى بس يعني اللي هي ريحه خفيفه كده كباب. ندوق بقى بالخلطه السريه. بسم الله. من بدل ما ناكل ده هم غيروا طعم. ماما هو ده نفس الطعم اللي احنا جربناه قبل كده؟ ماما طب بصوا انا عايزه اقول لكم حاجه، احنا جربنا قبل كده اللي هو الخلطه السريه بتاع كنتاكي، ما كانش ده طعمه خالص، بس اللي هو كان ب 3 جنيه بس ده ب 5 جنيه، فانا مش عارفه بقى هما يعني اللي ب 3 جنيه ليه طعم واللي ب 5 جنيه ليه طعم، ولا هما عشان دي خلطه سريه فاي بطاطس شيبس يعني فاضله من اي طعم يقوموا حاطينها جوه الكيس وبقى خلطه سريه، ما هم ما قالوش طعم ايه، خلطه سريه، فمره نلاقي كباب مره نلاقي فراخ مره نلاقي جبنه مره اي حاجه بقى، ما هي خلطه سريه. بس بجد مش ده الطعم اللي احنا كناه اول مره، يعني اول مره احنا التلاتة قلنا ده فراخ، يعني طعمه فراخ وكانت الفراخ واضحه جدا، لكن ده لا مش فراخ، يعني لا مش فراخ.